الثقة بالنفس. الثقة بالنفس؟ يسألوني عن الثقة بالنفس؟ الثقة بالنفس؟ أشرح لكم إياها باختصار. الثقة بالنفس أنك تكون إنسان ناجح وأنك توصل للغمة. لازم تكون وانت على المسرح راسك مرفوع فوق، تخلي كل الناس يزقفون. هي لما بخاف من شيء، ثقتي بنفسي عالية وأقدر أتجاوز كل الصعوبات. الثقة بالنفس هو إثبات نجاحي، ولما أوقف على المسرح أنسى العالم. اللي بيعطيني ثقة بالنفس إنه أحس إن الناس يحبوني. كده بتكون الثقة بالنفس، كده بتكون الثقة بالنفس، وهيك بتكون الثقة بالنفس. Arabs got confidence. وأنا كمان. وأنا كمان. نحن كمان. وأنا بعد. وإحنا بعد. وأنا كمان. وأنا كمان.